في السيرفيس يا عم. هتشتغل على ميكروباص يا محفوظ؟ ميكروباص؟ انت تشتغل على ميكروباص وانا اركب وراك واقول ساسا 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 ساسا. ايه ساسا دي؟ المؤسسه يعني. اي نعم ركوبة ببلاش لكن قطيع الشغلة دي. قطيع اللي يقعد معاك في بيت واحد. ساتر؟ نعم. سيبك مني. ايه؟ الله. عايز اتكلم مع اخويا شوية. اتكلم انا لازم اكون واقف وسامع انت بتقول ايه. ساعة ما نزلنا قاعد يسقط ويزعق مش عارف عملنا ايه. وانت شفت حاجة؟ ده انا من ساعة ما دخلت وهو مستلمني كده. والله يا محفوظ وداخل كافي شيري خرم. ايه؟ قال ايه؟ خلاص لا ما تسألش تاني انا سمعت. ايه اللي لا ما تسألش تاني؟ انا كنت كافي شيري خري انا ولا لا؟ خلاص خلاص يا ابني. والله جاي حاطط كل شيري في خري وساكت. بقول لك ايه؟ انا بنذرك وقد انذر من انعر. وبعدين؟ هي العيلة كلها لسانها لوق ليه كده؟